بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي بفضل الله هنفتح index.ring وindex.html وهنكمل على اللي وصلنا له المرة اللي فاتت، وهو لما احنا شغلنا الكلام ده بقينا نزود كده، عايزين بقى الرينج تبرمج لنا القصة دي. تيجي تقول لي يا عم طب ما تعملها بجافا سكريبت. طب ما انت لو عملتها بجافا سكريبت في الحالة دي مش هتبقى باك اند، هتبقى فرونت اند. فاحنا بنتمرن يا جماعة وبنتعلم. اوكي بفضل الله هنيجي هنا، احنا كده خلاص خلصنا جانب الفرونت اند، نروح على جانب الباك اند. طبعا كل الكلام ده كان كلام قديم، شيل كل ده كده بعد اذنك. كده انا ما عنديش غير التمبلت فقط، ده التمبلت محمل فقط، ما عنديش اي حاجه تاني. طيب تمام، هاجي بقى اعمل ايه؟ هاجي اجمع، عايز اجمع كل الموجود عندي تمام علشان ابدا ان انا اشتغل عليه. فتعالوا نفهم واحده واحده. انا عندي الاي بيج فورز، كل ما هتفهمها اكتر كل ما هتلاقي الموضوع بفضل الله مرن معاك اكتر. انا لو جيت هنا تمام يا جماعه وعملت فور على البتاعه ديك اللي هي اي بيج فورز، او مثلا اكس ان اي بيج فورز تمام كده تمام، ورحت عامل هنا نيكست اوكي، وجيت هنا اقول بس ايه، عايز اشوف اتش تي ام ال، اشوف بس القصه لو سمحت، اعمل لي بس الاكس دي بس اشوف القصه فيها ايه، اشوف القصه فيها ايه، بس عايز افهم القصه يعني. فيا ريت كمان عشان ريدابل يعني عيني ما توجعنيش اتش تي ام ال على ايه، اي حاجه كده تعمل لي ايه بي ار ولا حاجه. ماشي اوكي سيف، عايز اشوف القصه، عايز افهم القصه، بس قصه الايه، الاي بيج فارز، لان انا عندي دلوقتي حاجات كتير انا ما اعرفهاش، مش حاجات بنادي عليها بالاسم، لا ده انت بتزودهم كل شويه. عرفت شغل من اولها انكوريكت. بص لما تقول لك انكوريكت طيب يبقى هو ممكن يكون بيحاول مع ليست، خد بالك بيحاول مع ليست ومش عارف. فخلاص نستخدم كانت اسمها ايه، كانت اسمها ايه، انا عندي ليست وعايز احولها لسترنج. ايوه برافو عليك، ليست 2 اس تي ار، ليست 2 اس تي ار اهي. ماشي سيف، تعال بقى نجرب كده عشان ما يقوليش انكوركت تايب. ما قاليش انكوركت تايب، طب حلو قوي. ماشي دوس، جاب لك ايه؟ بص بي تي ان صم وجواه صم اول، وجاب لك النم 1 ومفيش جواه حاجة، وجاب لك النم 2 ومفيش جواه حاجة. حلو كده، حلو كده تمام. ده انت في البوست كده ها صح، عامل لنا بوست. طيب خلينا ندخل هنا مثلا 2 وندخل هنا 2 وندوس اهو. بص زاد كل واحدة، زادت بايه؟ زادت بقيمتها، يعني كل واحدة زادت بايه يا جماعة؟ زادت بقيمتها. خلاص طيب لغاية كده بفضل الله تمام قوي معايا. يعني من الاخر انا عندي ليست، لا انا مش عايز الليست بقى، انا عايز اتعمق في الليست. يعني الليست من دول بيبقى فيها خانتين عنصرين صح كده؟ طب ما نجرب يعني، معلش كده خلينا ايه نشيل دي ونقول اكس اوف مثلا 1، اكس اوف 1 سيف. خلينا نيجي هنا ندوس كده وندوس على صم اول، قال لي ايه؟ دي حلوه قوي. يبقى كده احفظ ان واحد هتجيب لك المسمى، واحد او العنصر فيها هيجيب لك المسمى، يعني اقدر اخد الاي بيج فارز واحط جوه المربع الاقواس بتوعه او الاقواس المربعه بتوعه اكس اوف 1، فيروح جايب لك الايه الحاجه اللي انت عايزها. طب حلو قوي، دي كده خلاص. طيب لو انا قلت له اكس اوف 2 اكيد هيعمل ايرور، اكيد اكيد. ليه بقى يعمل ايرور؟ معلش ارجع كده، هو لازم يعمل ايرور ليه؟ اندكس اوت اوف رينج، عارف ليه؟ هقول لك ليه. خليك معلش بواحد، بص هنا ده في قيمه فما عملش ايرور، في هنا يعمل ليه؟ لان ده فاضي. طب تخيل معايا كده مثلا لو انت حاطط هنا فاليو، يعني تخيل معايا في الانبوت ده انت عندك كام انبوت؟ اثنين اهو اللي هم التكست، يعني اللي هم النمبر. لو انا عملت فاليو هنا بتساوي اي حاجه صفر، وفاليو هنا باي حاجه اهو مؤقتا بس كده، فاليو بتساوي صفر مثلا، سيف.
اعمل ريفرش اهو قدامك. طب معلش بقى تعالى هنا في الاكس في البرمجه خليها لي باتنين، من شويه كانت بتعمل ايرور، تعالى كده بس نشغل دماغنا معلش، ما اعرفش هتعمل ولا لا. عملت خلاص، يبقى في حاجه تانيه اخرى في البرمجه بتاعتها. المهم انا ما يهمنيش غير واحد، هقول لك ليه. لان انا عايز القيمه اللي فيها، خلاص عايز الاسم، عايز المسمى. اوكي يا جماعه، عايز الايه؟ عايز المسمى. فخلينا يعني نعمل ايه، او ممكن تكون معموله بالطريقه دي صح كده، كده اهي كده بتساوي كذا كوما كده، فاكرين بتساوي كده. اه يبقى هي عشان كده خلاص مفيش اي مشكله. خلاص يبقى انا لازم انادي عليها بالكي. يبقى انا الكي عندي، الكي عندي، معلش شيل بقى الفاليوز دي، شيل ده كده مش عايزينه خلاص، وشيل دوت كده مش عايزينه خلاص، وادي سيف. يبقى انا هنا عندي انا بنادي بدي بس خلاص، يبقى انا نادي زي ما انا عاوز. اعمل ريفرش بقى، ماله عمل كده ليه؟ ريفرش انت عملت ايه هنا؟ انبوت يا عم. وهي دي خلته. الناس اللي فاهمه ويب بجد يعني هتصرخ دلوقتي. تعالى بقى هنا شغل تاني، معلش هو حرف بس اللي نسيته اتشال بالغلط يعني. خلاص احنا كده ايه يعني وصلنا للمدخل اللي هيخليني انا اعرف ايه اللي عندي، فاهمني يا جماعه؟ طيب تمام كده، خلينا بقى نبدا نبرمج. هاجي هنا خلاص انا كده عرفت القصه، شيل بقى كل اكس اوف 1 ده الكي. حلو، يعني انا لما هاجي بص بص من الاخر، انا دلوقتي هاجي هنا اعمل بره الفور هعمل صم، ماشي هعمل ايه؟ هعمل صم. الصم ده بيساوي صفر، وفي كل لفه هزود الصم بقيمه الحاجه اللي موجوده. لو انا جبت الصم كده وقلت له زائد بتساوي، زائد بتساوي زود عليك A page vars of A of X of 1 عشان تجيب لي الكي، يبقى انا كده بندع على الكي. مش كل الكيز هتيجي مظبوطه فهيحصل ايرور، فعشان ما يحصلش الايرور احول لايه؟ احول لنمبر اهو، داله نمبر اللي بتحول لارقام. لما انا لو احول لارقام لو لقى حاجه مش مظبوطه هيحولها لصفر، فمش هتاثر معايا اصلا. تمام كده؟ المهم هو هيخرج من هنا من الفور دي معاه اجمالي كل الارقام الموجوده في الانبوتس اللي دخلت. فبالتالي اجي انا بقى اعمل ايه؟ اعرض في الاخر كده، اجي هنا واعرض ايه في اتش تي ام ال، نقول له ادي قطعه، خلينا كده ماشي، ادي ايه؟ في اتش 3 مثلا، عايز ادمج معاها الصم، ماشي. بعد كده ادمج معاها نقول ايه سلاش اتش 3، ماشي كده، وادي ايه سيف. بس يبقى يخرج من هنا يعرض لي ايه الاجمالي كله فين؟ كله هنا في الجزئيه دي. بعد ما يخرج وادي ايه سيف، ماشي. خلينا بقى نيجي هنا ونعمل ايه؟ ريفرش. طبعا لو انا دوست دلوقتي صفر. طب لو انا حطيت في الرقمين دول خمسة وخمسة ورحت داي الصم قول، قال لي اجمليهم 10. طيب لو انا زودت واحد تاني ورحت حاطط خمسة وخمسة وخمسة ودوست، هيطلع لي الاجمالي وهيرجع الصفحة لطبيعتها تاني اهو 15، بس جمعهم صح. طب زود كده كام واحدة؟ دخل معايا بقى 5 10 15 20 25 30 35 40، وادي يا عم 45. دوس بقى صم قول اهو 45. يبقى احنا كده عملنا المثال بفضل الله بنجاح.